كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بالنسبة لنوعية الكتب المعروضة عبارة عن مجلات اللي وصل العدد ديالها حاليا العدد 27. كذلك الإصدارات عبارة عن الكتب يعني حول التاريخ ديال سوس، وكذلك المتعلقة بصفة عامة بسوس والثقافة الأمازيغية، وكذلك المتعلقة بالفكر السياسي والعلوم الإنسانية وكذلك العلوم الاجتماعية. هنايا النصيحة ديال الآباء أنهم إلا بغاو يحببوا القراءة والمعرفة لولادهم يبداو بريوسهم أولا، لأن قد ما الأب والأم كنلقاوهم هازين كتاب في وسط الدار كياخذوهم الأبناء ديالهم كقدوة، ولكن ملي كيعقل الولد على باهم وهازين الهاتف أو هازين طابليت راه أكيد غيسيروا على نفس المنوال، حتى هما غيهتموا بالهاتف غيهتموا بالانترنت، وهكذا القراءة والمعرفة مع الكتاب ستمحى من الذاكرة. حنايا الغرض ديالنا والنصيحة ديالنا والهدف ديالنا الأسمى هو إحياء المعرفة، إحياء محبة الكتاب. أنا اليوم معرض إنزكان بالمشاركة مع الاتحاد المغربي للناشرين، جايين لهذا المعرض باش يكون باش نشاركوا بالتوعية نزيدوا بالثقافة ديالنا، لأن سوس العالمة معروفة بهذا النوع ديال يعني الثقافة الأمازيغية العربية أون جينيرال، وإن شاء الله يكون الاشتراك ديالنا خير على المنطقة بأشياء تانية اللي غتجي في المستقبل اللي كنحضروا ليها مع الاتحاد إن شاء الله قريبا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.